ايوه كمال، انا علاء. اسمع بس، هطلب منك طلب ولازم تنفذه لي من غير ما تسال عن اي اسباب. ما انا هاجي لك اشرح لك كل حاجه. بص، الناس مرات حماده عزو يا اخي، ما انا عارف انه طلقها. اسمعني بس، ما انا بقول لك هشرح لك كل حاجه. بص يا سيدي، هتجي لك وهتسال على حماده عزو. انا مفهمها انه صاحب الشركه يا اخي. مش انا، حماده هو اللي صاحب الشركه. اسمع بس ونفذ اللي بقولك عليه. بص دلوقتي، تفهم الامن اللي واقف على الباب ان في واحده اسمها ايناس هتيجي تسال على حماده عزو، يوصلوها لغايه مكتبك وهما بيستقبلوها احسن استقبال، وانا هكون عندك في خلال ربع ساعه. لو سالت على حماده فهمها انه صاحب الشركه وانك بتشتغل عنده. خلاص، اوعى تعمل اي غلطه كده ولا كده، ارجوك. يلا سلام. الو حماده، انت لسه نايم؟ اسمع، تلبس في خلال 5 دقايق وتستناني تحت قدام العماره، هفوت عليك اخدك. لما اجيلك هقولك. يلا بس بسرعه. سلام. يلا اركب، اركب بس. انزل انت، انا اللي هسوق. يلا مفيش وقت، اركب يا ابني. انزل، مش انا اللي مأجرها، هسوقها من نفسي. مأجرها ايه بس، احنا فيه ولا فيه؟ يلا 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 بسرعه. ايوه كده، يلا. انا مرتب كل حاجه، ما تقلقش، ان شاء الله مش هيحصل لخبطه. وانت رايح تعتمد على كمال يا علاء؟ اخوك على نياته، ممكن يقع بلسانه ويقعد لنا بتاعي. يا اخي ما تخافش، انا فهمت يعمل ايه بالظبط. الناس لو اكتشفت اللعبه دي يبقى المحل طار للابد، لا يمكن يرجع لي. ان شاء الله هنوصل. او لا، بس انت شد شويه. انا صباح الخير. صباح الخير. حماده بيه عزو موجود؟ حماده بيه مين؟ اهلا اهلا يا فندم. حضرتك كده قبل حماده بيه صاحب الشركه؟ ايوه. اتفضلي يا فندم. اصل زميلي لسه متعين جديد، فما اعرفش الباشا الكبير بتاعنا. يعني حماده بيه موجود؟ هو لسه ما وصلش يا فندم، بس في كمال بيه موجود دلوقتي. طب ممكن اقابل كمال بيه؟ ثانيه واحده. ايوه مدام ايناس، خليها تتفضل. حاضر يا ابراهيم، حاضر. عينيا، انت اصلك جاي من طرف وسطه كبيره قوي، دي ماما نونه، محدش يقدر يكسر لها كلمه. وانا هشتغل يا كمال بيه. كمال بيه؟ انت تقول لي يا عم كمال، ده انت ابن حماده، يعني ابن اخويا. متشكر قوي. شوف يا ابراهيم، احنا نشغلك في الامن تحت نايت شيفت، اهو تقعد تذاكر طول الليل لحد داخل ولا حد طالع، وهنعمل لك 500 جنيه مرتب. مبسوط يا عم؟ هو حماده بيه ما بيجيش هنا كتير؟ لا يا فندم، قليل قوي. اتفضلي حضرتك. شكرا قوي يا كمال بيه. طيب يا ابراهيم، ابقى قاعده عليا. اهلا الناس هنا، اتفضلي. اهلا وسهلا يا مدام ايناس. ازيك يا كمال بيه؟ الحمد لله. انا الحقيقه لما عرفت اللي حصل زعلت قوي، الطلاق كان مفاجاه للعيله كلها. وانا جايه لحضرتك عشان كده يا كمال بيه. انا تحت امرك واموري. أنا طبعاً عارفة قد إيه حضرتك إنسان طيب، وحمادة كان دايماً بيكلمني عنك كتير، إنما يرضيك إنه يبقى عايش معايا في بيت واحد زوج وزوجة، ويطلع مخبي عليا كل حاجة عن حياته؟ ما ترش، علاء، اديله حاجة ده. لا يا ابني،